بسم الله. دلوقتي واحنا شغالين على الريفت ممكن في لوحة تقيلة، فعلى ما انا اعمل زوم او اروح يمين او شمال بتاخد وقت، تمام؟ ففي 2016 بدأ يحل المشكلة دي، ان هو يديك، حتى هو بيعمل ريدرو او بيبدأ يرسم المجسم من جديد، يديك خاصية ان انت تقدر تنقل اثناء ما هو يبدأ يكون الشكل بتاعه، تمام؟ يعني هو لسه بيكون شكل الفيو الجديد اللي انت رحت عليه، اثناء كده انت تبدا تتحرك بسهوله جدا في قلب اللوحه وتعمل زوم مثلا على جزء معين اثناء ما هو بيكون الشكل الجديد. افعل الخاصيه دي من انا بقول له من ار مينيو اوبشن، باجي من جرافيكس، اعلم على العلامه دي اللاو نافيجيشن دارنج ريدرو، تمام؟